أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. بات من نافلة القول أن القوى السياسية التي شاركت في العملية السياسية في العراق عقب الغزو الأمريكي عام 2003 لم تكن بمستوى المرحلة، ولم تكن قادرة على أن تلبي طموحات شعب اليوم، ونحن على أعتاب العام 20 على الغزو الأمريكي للعراق وإسقاط نظامه السابق. يبدو أن تلك العملية السياسية التي شكلت عراق ما بعد الغزو قد شارفت على الوصول إلى النهايات. نهايتها نهاية عملية سياسية كانت مأزومة منذ لحظتها الأولى، عملية سياسية بنيت على الإقصاء والتهميش وتوزيع الأدوار وتشكيل عراق المكونات بدلا من عراق المواطنة. لم يعد من الممكن اليوم الحديث عن عملية سياسية في العراق، خصوصا عقب ما جرى يوم السبت الماضي من عملية اقتحام أنصار التيار الصدري البرلمان العراقي والمنطقة الخضراء، احتجاجا على ما وصفوها بمحاولة الإطار التنسيقي الشيعي فرض مرشحه لرئاسة الحكومة، والذي يرى فيه مقتدى الصدر وتياره أنه رجل ظل نور المالكي وهو محمد شياع السوداني. صحيح أن الموضوع أعقد بكثير من موضوع ترشيح السوداني، ولكن الصحيح أيضا أن أي حوار بين التيار الصدري والإطار التنسيقي من أجل لملمة الموضوع والاتفاق على صيغة للحل لن يكون إلا محاولة لبث الروح في جسد العملية السياسية الميت، ولن يعدو أكثر من محاولة لتأجيل الخلافات والتي يبدو أنها وصلت إلى نقطة مسدودة، ولم يعد بالإمكان إخفاء أو مداراة ما كان يتداول في الحلقات الضيقة عن خلافات قوية وكبيرة بين القوى السياسية الشيعية، وتحديداً بين التيار الصدري والقوى الشيعية الأخرى، وفي مقدمتها ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي. قد تصل الحوارات إن جرت بين القوى الشيعية إلى حلول، لكنها بالمطلق حلول وقتية تسهم فقط في مد عمر العملية السياسية من دون إصلاحها، لأن هذه القوى المشكلة للمشهد السياسي العراقي منذ عام 2003 غير قادرة على الإصلاح، لأنها أصلاً لا تملك أدواته، فهي لا تملك مشاريع حزبية أو سياسية بقدر ما هي مشاريع نفعية وحزبية وطائفية ضيقة، وبالتالي لا يمكن أن يأتيك الإصلاح من فاسد، ولا يمكن أن تأتيك الديمقراطية من كافر بها وغير مؤمن بمسارها. فحال القوى السياسية في العراق التمديد لحكومة الكاظمي، الدعوة إلى انتخابات مبكرة، التوصل إلى تفاهم من أجل تشكيل حكومة مؤقتة وغير ذلك من حلول، ستبقى حلولاً غير واقعية لا تنفع لمداواة واقع عراق اليوم، وهي في أحسن الأحوال وصفة لمد عمر العملية السياسية ليس إلا. جرب العراقيون الانتفاضة ضد هذا النظام والثورة ضده بمنتهى السلمية، غير أنهم جوبهوا بالقتل والاعتقال والاختطاف والتهديد والتشريد، وما قام به أنصار مقتدى الصدر من اقتحام متتال للمنطقة الخضراء ما كان لهم أن يقوموا به لولا أنهم أتباع زعيم ديني يمتلك ميليشيات مسلحة تخشاها حتى السلطة، في وقت كان الشباب العراقيون من متظاهري تشرين 2019 يقمعون ويقتلون بمجرد تظاهرهم أمام جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء. أمام هذا الواقع تطرح التساؤلات، أو تطرح فيما إذا كانت العملية السياسية ستمضي على علاتها، أم أن هناك حلولا أخرى على القوى العراقية أن تفكر فيها. ولعلنا هنا نشير إلى قضية تدويل الملف العراقي، بمعنى أن يكون هناك تدخل دولي من أجل منع وصول العملية السياسية إلى لحظات المواجهة المسلحة، وما قد تجره على العراق والمنطقة من ويلات. الأمم المتحدة ومن خلفها المجتمع الدولي يجب أن تكون لهما كلمة في واقع العراق،
يمكن أن تكون بداية لهذا الدور من خلال جمع القوى السياسية العراقية على عواهنها والبدء بمسار سياسي جديد يقوم على إعادة كتابة الدستور ليكون دستوراً عراقياً لا دستوراً للمكونات العراقية، وأن يصار إلى تشكيل حكومة مؤقتة تأخذ على عاتقها التمهيد لانتخابات جديدة يرافق ذلك حل الأحزاب السياسية، أو على الأقل تفعيل قانون الأحزاب وإجبار كل القوى السياسية التي تمتلك ميليشيات على إخضاع ميليشياتها للدولة وحكومتها. قد يبدو ذلك ضرباً من الخيال، ولكن ما دعت إليه بعض الصفحات المقربة من مقتدى الصدر وما تحدث به بعض القادة السياسيين العراقيين خلال اليومين الماضيين يؤكد أن الجميع بات متيقناً أن العملية السياسية وصلت إلى نهاياتها، وأن ترك الأمور بيد الشارع والجمهور المحتقن والساسة المأزومين قد يقود العراق للدخول في نفق أكثر ظلمة مما يعيشه العراق الآن، خصوصاً وأن أغلب القوى السياسية المتناحرة اليوم تمتلك ميليشيات مسلحة، وربما ضغطة خاطئة على زناد بندقية صدئة قد تقود العراق إلى مجهول المواجهات المسلحة والتي لن يكون العراق وحده ضحية لها، وإنما قد تمتد إلى الإقليم، خصوصاً وأن هناك أطرافاً داخل العملية السياسية في العراق تعتقد أن ما يجري هو مؤامرة من أطراف عربية وإقليمية. يتساءل الكاتب مثنى عبد الله، من سيحسم الصراع الممتد منذ عام 2005 وحتى اليوم بين العمامة والبندقية؟ يبدو واضح أن المشهد السياسي العراقي لم يتغير، وأن الأمر يعتمد على الجوانب الشخصية من دون الأخذ بنظر الاعتبار العوامل الأخرى، وما زال الجميع لا يعترفون بأن السياسة فعل اجتماعي يسعى القائمون به لخدمة الوطن والمواطن، بل ينظرون إليه على أنه استحقاق ومكرمة. لذلك تشكل لدى زعامة التيار الصدري اعتقاد بأنه الممثل الشرعي والوحيد لعراقيي الداخل، لأنه ينظر إلى التيارات الشيعية الأخرى بأنها قوى تشكلت في الخارج، وبالتالي فإن هذا التمايز الذي وضعه هو لنفسه كان يعتقد أنه يرتب له امتيازات مادية ومعنوية أكثر من الآخرين، ولكن كل محاولاته لتشكيل حكومة على مدى 9 أشهر باءت بالفشل بسبب تكتل الأحزاب الشيعية الأخرى ضده في البرلمان. ولعل الوصف الذي أطلقه عليه زعيم هذا التكتل نوري المالكي في التسريبات المنسوبة إليه بأنه جاهل ولا يفهم في السياسة شيئاً تعطي انطباعاً واضحاً بأنهم لن يسمحوا لمقتدى الصدر بتولي الزعامة السياسية، وقد فهم الرجل اللعبة وعرف أن هنالك إرادة مقابلة تريد كسر إرادته. يبدو أن الرجل قد تطرف في مطالبه إلى حد عدم الواقعية، فموقفه اليوم يقول إن الثورة الشعبية التي حررت المنطقة الخضراء لا بد من أن تستمر حتى تغيير النظام السياسي برمته والدستور والانتخابات، لكنه لم يطرح بديله لهذا التغيير الذي يدعو له، كما أن هذا المطلب يحتاج إلى أحد معولين لهدم الكيان السياسي القائم منذ عام 2003 وحتى اليوم. الأول، إما إعادة هيكلة النظام السياسي برمته، أو التغيير الجذري لكل الواقع السياسي القائم. ولو طبقنا هاتين الآليتين لإنتاج ما يريده الصدر، فلن يفلح أي منهما لتحقيق ذلك، لوجود إشكاليات دستورية وقانونية لن تسمح بالتغيير وفق رؤيته. كما لا بد من السؤال عن الثورة التي يزعم بها، أين هي الثورة التي يتحدث عنها؟ فالجمهور الموجود اليوم في المنطقة الخضراء والبرلمان خرج بتغريدة، وهو مستعد للعودة الآن إن صدرت تغريدة من المصدر نفسه تطالبه بالعودة من حيث أتى، بينما الثورة خلاف ذلك تماماً. إذن واهم من يراهن على ما يحدث الآن في المنطقة الخضراء ويحسبه ساعة التغيير المنشودة، فالحقيقة التي يجب الجهر بها هي أن الأزمة برمتها هي عبارة عن صراع إرادات بين مقتدى الصدر من جهة وتحالف أعمدة البيت الشيعي
المالكي والعامري وقيس الخزعلي وآخرين، وملخص الصراع هذا قائم على محاولة هذين الطرفين الفوز بالهيمنة على القرار الشيعي والقرار السياسي في العراق، فلن يسمح التحالف الشيعي بأن يمسك الصدر زمام الأمور، كما لن يسمح الصدر بتشكيل حكومة من قبل التحالف الشيعي. السؤال: هل هذا الصراع قابل للحل؟ ببساطة يمكن القول إنه غير قابل للحل في ظل الظروف الحالية. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريراً قالت فيه إن الأموال الأجنبية لا تزال تسهم في انتهاكات الصين للمسلمين الإيغور في إقليم شينجيانغ. وجاء في التقرير إنه لا يوجد مكان في العالم يمثل مشكلة بالنسبة للمستثمرين الذين يريدون دعم سياسة بيئية أو سياسة بيئية اجتماعية وحكم رشيد مثل إقليم شينجيانغ في شمال غرب الصين، فهو مشهد انتهاكات منظمة وخطيرة لحقوق الإنسان، وهو كذلك مكان لعمليات اعتقال جماعية للمسلمين الإيغور والأقليات الأخرى، فيما أطلقت عليها الحكومة الصينية مراكز إعادة التعليم، هذا بالإضافة للعمالة القصرية المنتشرة، فهو أيضا المزود الأكبر لألواح الطاقة الشمسية، هذا إن أخذنا دور المنطقة في مكافحة التغيرات المناخية. جاء في التقرير يمكن القول إن الحظر على الاستيراد الغربي لن يخفف من العمالة القصرية في قطاع الطاقة الشمسية في شينجيانغ، لكنه سيخفف من تواطؤ المستهلك الغربي فيه. وقال جيمس كوكايين مؤلف التقرير إن الرغبة الغربية بأن تكون لديها سلاسل توريد خالية من العبودية ربما تركت أثراً ضاراً، وفي الوقت الذي حاولت فيه الحفاظ على الهيمنة الدولية فقد قام قطاع الطاقة الشمسية الصينية بالتركيز على سلسلتي توريد متوازيتين، واحدة جزء من عملية خالية من العمالة القصرية وتبيع للمستهلكين الغربيين بأسعار مميزة. ويرى تقرير جامعة نوتنغهام أن نظام العقوبات الحالي لم يمنع المستثمرين الغربيين من مواصلة الاستثمار في المنتجات والتربح من بيع البضائع التي يصنعها عمال السخرة في شينجيانغ. قال التقرير أنه في وقت يطالب فيه بعض المحافظين الأمريكيين الحكومة بتقييد دخول الصين إلى سوق رأس المال الأمريكي، قال سيناتور فلوريدا الجمهوري ماركو روبيو: هناك الكثير من الأمريكيين من أصحاب النية الحسنة الذين يدعمون دون قصد نظام الإبادة الجماعية، لأن وول ستريت يفعل هذا نيابة عنهم، حيث حث على اتخاذ إجراءات مثل منع اكتتاب الشركات الصينية في السوق المالي الأمريكي. نشرت صحيفة ذا جارديان البريطانية تقريراً تحدثت فيه عن اللقطات التي وثقها المصور دانييل ماكغفرين لانفجار قنبلتي هيروشيما وناغازاكي لضمان استخلاص الدروس من ذلك. وقالت الصحيفة في تقريرها إن الملازم دانييل ماكغفرين مصور القوات الجوية الأمريكية كان يوثق ما حدث في 9 من شهر أيلول سبتمبر 1945 قبل انفجار القنبلة بأربعة أسابيع، حيث إن قلة هم الذين يعرفون ماكغفرين، لكن رؤية نهاية العالم مألوفة من خلال اللقطات التي توثق انفجار قنبلتي هيروشيما وناغازاكي في نهاية الحرب العالمية الثانية. وبيّنت الصحيفة أنه سيتم عرض اللقطات مرة أخرى هذا الأسبوع والأسبوع المقبل في الذكرى 77 لانفجار القنابل الذرية التي دمرت المدن اليابانية وأظهرت حقيقة الحرب النووية التي دمرت المناظر الطبيعية وخلفت هياكل عظمية محترقة ومرضى بالإشعاع. تلك الصور المؤلمة ربما لم تكن لترى لولا ماكغفرين، فكجزء من مسح القصف الاستراتيجي الأمريكي الذي درس تأثير القصف، أشرف ماكغفرين على أطقم التصوير اليابانية والأمريكية في هيروشيما وناغازاكي، وعند العودة إلى الولايات المتحدة أنقذ اللقطات من الطمس من خلال عمل نسخ سرية، والآن بعد عقود ظهرت قصته الكاملة، حيث قام جو ماكابي الصحفي في مقاطعة موناغان في إيرلندا مسقط رأس ماكغفرين بتجميع حياته الرائعة في سيرة ذاتية،
نشرت في وقت سابق من هذا الشهر بعد 20 سنة من البحث، بما في ذلك مقابلات مع ماكفين قبل وفاته سنة 2005. وعلى حد تعبير ماكابي، فقد كانت الحقول، حقول ناكازاكي، بيضاء اللون، فبدت المدينة كما لو أن سندانا ضخما قد سقط عليها. وفي مدرسة مدمرة صور ماكفيرن جثث الأطفال وسط أكوام من الجماجم، وقد قذف مئات الأطفال من النوافذ، وقد قال: كنا دائما نبحث عن العظام. وقام ماكفيرن بتصوير مشاهد مروعة في المستشفيات المكتظة، بما في ذلك معاناة صبي يبلغ من العمر 16 سنة يدعى سوميتيرو تانيغوتشي، الذي كان ظهره بالكامل يشبه وعاء من الطماطم المغلية. وكان بعض المرضى الآخرين يعانون من طفح جلدي وتساقط الشعر ونزيف من الأنف والفم، وهو مرض غامض تم تحديده لاحقا على أنه مرض الإشعاع. وقد وثق ماكفيرن ظاهرة الأشخاص الذين تبخروا وأصبحوا ظلالا بسبب حرارة الإشعاع، وتشير التقديرات إلى أن القنبلة الذرية قتلت أكثر من 200,000 شخص. سجل نشاط التصنيع الصيني خلال تموز يوليو الماضي انكماشا بشكل غير متوقع وفقا لما ذكرته صحيفة والستريت جورنال الأمريكية، حيث تسبب ضعف الطلب والقيود الحكومية الصارمة في تقويض آمال الانتعاش الاقتصادي. وأشارت الصحيفة إلى أن تعثر الركائز الاقتصادية الرئيسية للصين في يوليو تموز الماضي، إضافة لضعف قطاع الصناعات التحويلية وقطاع العقارات المهم للغاية، يظهر أن الضغط على البلد يشكل عبئا على الاقتصاد العالمي المتعثر. وحسب ما ذكره المكتب الوطني للإحصاء الصيني، فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي. ولفتت الصحيفة إلى انتهاء انتعاش مبيعات المنازل في الصين الذي استمر لمدة 2 شهر في تموز يوليو، حيث تأثرت ثورة الرهن العقاري واسعة النطاق بسبب المخاوف من أن مطوري العقارات المتعثرين لن يكونوا قادرين على تسليم شقق لم تكتمل بعد. تراجعت المبيعات في أكبر 100 مجموعة تطوير عقاري في البلاد بنسبة حادة بلغت 39.7% في تموز يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لإحصائيات صادرة عن مزود بيانات عقارية مقره شنغهاي. وأظهرت مبيعات الشقق زيادات في أيار مايو وحزيران يونيو مقارنة بالأشهر السابقة، حيث انتعش النشاط بعد عمليات الإغلاق الطويلة بسبب فيروس كورونا في شنغهاي ومدن صينية أخرى في وقت سابق من هذا العام وفقاً للصحيفة. وقد دفع الأداء الضعيف كبار القادة إلى الاعتراف فعلياً بأن هدف الناتج المحلي الإجمالي الرسمي للحكومة المتمثل في نمو بنسبة 5.5% تقريباً في عام 2022 أصبح الآن بعيد المنال. وقال مسؤول كبير في مكتب الإحصائيات تشاو تشينغا إنه لا يزال يتعين تعزيز أساس الانتعاش الاقتصادي، مشيراً إلى عدم كفاية الطلب في السوق والضعف بين الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كمصادر خاصة للقلق وفقاً للصحيفة. وتأتي القراءات السلبية في الوقت الذي ضعف فيه النمو في الولايات المتحدة أيضاً، حيث انكمش الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني على التوالي، فيما تسارع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الثاني مدعوماً برفع معظم القيود المفروضة بسبب الوباء، حتى مع تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء. تعرف الضباع بشراستها وافتراسها، إلا أن الأردني راضي عناب استطاع بقدرته وخبراته التي اكتسبها منذ نحو 45 عاماً استطاع أن يقهرها ويقلب المعادلة ليتحول إلى مروض لها ومقصد لمن يعانون من هجماتها ويخشون افتراسها. وكالة الأناضول التركية رافقت عناب في رحلة برية بمنطقة خربة الوهدانة في محافظة عجلون شمالي الأردن،
واطلعت على واقع قدراته وأبرز محطات البحث عن المغامرة التي يعيش معها ولأجلها منذ نعومة أظفاره. الآن نتابع الكاريكاتير. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام صدى الأقلام لهذا اليوم. دائما كونوا في رعاية الله. إلى اللقاء.